في رواية لاعب الشطرنج للكاتب النمساوي ستيفن زفايغ يقول: في الشطرنج كما في الحب نحتاج بالضرورة إلى شريك. يطل الراوي من سطح سفينة متجهة صوب أمريكا الجنوبية ليسرد حكايتين يمهد بهما لنزال يجمع بين بطليها في آخر صفحات الرواية. الحكاية الأولى حكاية كازانوتيفيك، صبي صامت خمول لا يتقن الكتابة ولا الحساب، رغم أن القس الذي تكفل به بعد وفاة والده بذل جهدا كبيرا في تعليمه، لكنه بعد مشاهدته المتكررة لنزالات القس والضابط فهم قواعد لعبة الشطرنج وخبر حركاتها ليتسلق مراتبها إلى أن أصبح بطلا فيها. الحكاية الثانية حكاية رجل قادم من رقام الحرب العالمية الثانية، نمساوي من عائلة عريقة مقربة للقصر، كانت تدير ثروات العائلة الملكية ومكتبا للمحاباة قبل احتلال ألمانيا للنمسا. اعتقل بعدها ليجد نفسه سجينا وحيدا يواجه الفراغ في غرفة بفندق كأسلوب تعذيب لانتزاع معلومات وأسرار تدين العائلة الحاكمة. فسرق كتيبا من ضابط التحقيق يضم شرحا لقواعد وأحكام الشطرنج. فمن سينتصر؟ الصبي الخامل الممتلئ بذاته والعاجز عن تجاوز مساحة العالم الذي شيده داخل رأسه الفارغ، أم السيد باء الذي تجرأ وتجاوز جدران مساحة الزنزانة التي سجن بها وحدود عقله البشري بخلقه لشخص آخر في السجن وملاعبته؟ إن براعة الكاتب في إعادة اكتشاف خبايا النفس البشرية تتجلى من خلال هذه الرواية في قدرته على نقل مكنونات الشخصيات ووصف وتصوير أحاسيسها بدقة عالية. فالرواية بكل قصرها وبساطتها السردية وبكل أحداثها العادية هي تتسلسل إلى داخل الإنسان عامة بكل تعقيداته وبكل غروره وتواضعه وسلوكياته وفراغه ووحدته وفضوله. من يكون الكاتب ستيفن زفايغ؟ ولد سنة 1881 وتوفي سنة 1942، أديب نمساوي يعد من أبرز كتاب أوروبا. ساهمت دراساته لحياة الكتاب المشاهير كادوستوفسكي وتولستوي وبالزاك في شهرته، وتعتبر رواية لاعب الشطرنج آخر أعماله، أو بعبارة أخرى تعتبر رسالة انتحاره الأخيرة، ذلك أنه كتب قبل أسابيع قليلة من رحيله عن العالم. زفايغ الذي انتحر رفقة زوجته عام 1942 احتجاجا على الحروب والمآسي التي يعيشها العالم، كانت كل أعماله أو على الأقل منها الخوف رسالة من مجهول. 24 ساعة من حياة امرأة لاعب الشطرنج بكل قصرها تضع الإنسان عاريا أمام حقيقته، رحلة في دهاليز النفس البشرية بكل تعقيداتها وتناقضاتها، وهي فرصة لأصحاب النفوس القصيرة للتعرف على خبايا النفس البشرية في أعمال لا تتجاوز عتبة 100 صفحة، بعيدا عن ضخامة أعمال دوستوفسكي. المشاهد تي في. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.